العادة السرية عند المرأة أخطر من العادة السرية عند الرجل. العادة السرية عند الرجل ما فيهاش هذه المخاطرة. المرأة حينما تضع يعني إصبعها أو تضع شيئا، بعض الناس تضع أشياء وهذه أشياء هذا تخاطر، خصوصا البكارة يعني مسألة حساسة، وهذا الغشاء يعني ممكن أي عبث به يضيعه ويعرض المرأة للتهمة. هتقول لهم أنا كنت والله بعمل كذا، مش هيصدقوها، ولا بد أن يعني عملت علاقة محرمة مع بعض الشباب، ولا بد كذا ولا بد كذا، فيعرض الإنسان نفسه لتهمة الزنا. المرأة تعرض نفسها. ما اهتمام بجواز لجوء المرأة إلى نوع من الخضار لتلبية رغبتها الجنسية. الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول في الحكمة: من قل علمه فتراه انتقاده. لما كان قليل العلم أو لا قليل الاطلاع وأفقه الثقافي يعني ضيق، فكل ما يسمعه يستغربه وينتقده. أما هذا الذي قلته لم يكن من قولي، هذا قلته عن أئمة من السلف الصالح. يعني قالوا بهذه الفتوى المرأة اللي هي غير متزوجة، وما كانت متزوجة ومات زوجها أو لم يتيسر لها الزواج، والغريزة الجنسية يعني تقاومها، وطبعا نعرف أن الغريزة عاتية، فهي تهربا من الحرام وحفاظا على عفتها تلجأ إلى مثل هذه الأمور للتخفيف عن هذا الضغط عن نفسها. هذا غريب وعجيب. هذا أنهم لا يعرفون الثقافة الشرعية.